بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام اهلا ومرحبا بكم وحلقه جديده وهذه الرحله المباركه واسماء الله الحسنى وحديث الامام الطيب. فضيلة الامام نستمر ونستكمل مع فضيلتكم هذه الرحله المباركه ونبدا مع فضيلتكم في حلقه اليوم باسمه تعالى القهار. ما مأخذ هذا الاسم ومعناه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله عليه وعلى اله وصحبه وبعد فهذا الاسم من أسماء الله الحسنى ورد بصيغة قهار كما ورد بصيغة قاهر وهو القاهر فوق عباده وأيضا لمن الملك اليوم لله الواحد القهار ورد في القرآن بهاتين الصيغتين طبعا يعني كما تعودنا ورد في القرآن وورد في السنة وأجمع عليه المسلمون مأخذ هذا الاسم ممكن ان يعني العلماء بحثوا في المعنى اللغوي وانزلوه او طبقوه على المدلول او دلاله هذا الاسم اسم القهار فهو, فهو ممكن ان يكون ماخوذ من القهر والازلال نعم. نعم كلمه قاهر ماخوذه من قهر وقهر في اللغه تعني هذا المعنى القهر والازلال او الخضوع المطلق لاي يعني قوه مخضعه لغيرها فممكن هذا المعنى يتحقق وهذا المعنى ايضا يتحقق فاذا قلنا انه سبحانه وتعالى نعم. القهار بمعنى انه يعني القاهر المزل نعم. فها هنا تعني يعني هذه او يعني مدلول هذا الاسم أنه قاهر الجبابرة نعم. وقاسم ظهورهم بإيه إما بالموت إما بالهزيمة إما نعم. بالمرض لأن الحكمة تقتضي هذا لا يمكن أن يوجد سبحان الله نعم. كون يعني تترك فيه الفرصة كاملة نعم. للجبارين والقاهرين والطغاة ويبيد المظلومين يبيد الضعفاء الحكمه او العدل الالهي او المنطق حتى الانساني يقول لابد من التصدي لامثال هؤلاء الذين يعبثون بعباد الله فهو قاهر قاهر هؤلاء الناس الذين يتجبرون آه. في الارض الفراعنه الطغاه طبعا وهذا النوع لابد ان يكون موجودا في هذه الحياه الدنيا والا كما اشرت فضلاتكم لاختل ميزان الحياه. طبعا ولو تركوا اولا لا يمكن ان يعني نفترض انهم غير موجودين نعم والا فنحن في الجنه، اما الحياه الدنيا فهي هكذا قائمه على على الشعر الخير والشر، الشر نعم. لناس والخير لناس، فالله سبحانه وتعالى حينما يقول اني انا القهار فهو يقهر جند الشر، جن جند الشيطان. نعم. اذا قلنا انه بمعنى كل خاضع لقدرته ومشيئته وهذا واضح نعم. فاذا يبقى معنى القهار بمعنى ان كل من آه هو مخلوق او هو غير الله سبحانه وتعالى فهو خاضع لمشيئته وقدرته وارادته نعم ومقتضى علمه بمعنى حضرتك مثلا تنظر الى هذا الكون العالم العلوي او العالم السفلي العالم العلوي يعني السماوات والكواكب نعم. كلها ماشيه بخاضعة لا. لقانون محدد لا يختل لحظه واحده لا. ايضا العالم السفلي الانسان الحيوان النبات كلها ماشيه حسب قانون الهي منظم ومرتب لهذه الامور لا. هذا نوع من الخضوع او نوع من القهر زي ما بتقول مثلا القانون يعني يقهر الانسان بمعنى ان الانسان يخضع له في حياتنا مثلا من صنع كذا يبقى عقابه كذا وهذا العقاب مقدم بكذا هذه الـ الـ الامور يخضع لها الجميع فاذا آه. ها هنا نوع من الخضوع سواء كان خضوع الانسان للقانون البشري او كان خضوع الناس او حتى الحياه بشكل عام للقانون الالهي فالله لو تركت الامور لانفلت المعيار كيف 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 تسير الحياه لحظه لو لم يكن هناك قانون عام لا. يديرها يعني المصانع دي كلها شغالة حسب قانون حسب نظام لا. لو اختل هذا توقفت الأمور فالكون هكذا مصنع كبير لا. مصنع كبير وخاضع أيضا هو يعني لا يعمل بالصدفة ولا يعمل وإلا كانت الدنيا كلها يعني دخلت بعضها منذ أول لحظة لا. فلكن معنى القهار وده نأخذ بالنا منه تماما أنه إذا كان بمعنى القهر والإزلال فهو صفة تتعلق بأفعال الطغاة وأفعال الجبابرة وأفعال الذين يعيثون في الأرض فسادا آه وإذا كان معناها القهر معنى الإخضاع للسير حسب قدرة إلهية واحدة فهذا هو الذي يعني نعاينه ونشاهده في, في الكون. وأيضا يدل على أن القهار يعني بمعنى آه القانون الإلهي آه المسيطر المسير, المسير أن يعني كما يقولون آه تخلف الإرادات والمشيئات يعني الإنسان أحيانا أو دائما يرتب أموره وعنده الإمكانات ويخطط ويقدر ويبدأ في الموضوع وكأن النتيجة في يديه ثم يفاجأ بالنتيجه العكسيه تماما رغم انه استعد لكل شيء فاذا تخلف الاراده ده معناها ان هناك قوه قاهره قلبت لك يعني ما كنت تفكر فيه راسا على عقب هي القوى العليا المسيطره طبعا القوى العليا المسيطره وكمان يعني نقد العزائم حتى يعني يروى في الاثر يعني عرفت الله بنقد العزائم يعني ده دليل من ما عنده كان من ادله وجود الله لانه عمل كل حاجه والمفروض والمنطق والحساب نعم. والتجربة تقول مية في المية لازم أصل إلى هذه النقطة لكن قبل أن تصل إلى هذه النقطة تجد نفسك رجعت لأول المشوار يعني من جديد سبحان الله سبحانه وتعالى كمان تبخر الأحلام وال وال والآمال كم يعني هو الإنسان كل ما يتمنى ما كل ما يتمنى المرء يدركه, يدركه. تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن نعم. ده معناها أن في قوة فوق منك أو, أو أقوى هي اللي يعني وقد يكون لصالحك هذا الذي يحدث اللي يهمنا في هذا ان ان الحسابات المبنيه على ترتيب وتفكير وتقدير تتخلف احيانا او كثيرا ما تتخلف سبحانه وتعالى كمان يعني كما يقولون العلماء مثلا لهم كلام جميل هنا يقولون يتمنى المرء ان يولد له فلا يولد له نعم. كل شيء جاهز كل شيء تمام حتى يروح له أنت كويس ما فيش حاجه وهي كويس مش عارف طيب ما ايه المشكله طبعا القهار الاسباب الحسيه كلها متحققه نعم ولكن القهار مش نعم بمعنى نعم الذي يحرم لا هنا بمعنى نعم حكمته كده نعم ان ان هذا الـ الـ وسنعلم ان الالام او يعني الامراض ايضا يعني ما يصيب الانسان من الم نعم ده ظاهريا انما هو في يجري في الحكمه الالهيه نعم. وأن النظرة الضيقة تقول أن هذا ألم وهذا وهذا لكن لو كشف لنا على يعني النظرة الأبعد سنرى أن هذا في باطنه خير آآ كثير إذا يعني يتمنى الإنسان ألا يشيب فيشيب أن نعم. يعز فيذل يستغني فيفتقر ثم أنه قهر العبادة بالموت قل لي كده مين اللي بيتمنى يعني اللي أو يشتاق إلى الموت سيبك من المجموعة الخاصة دي اللي هي نتمنى لقاء الله لكن عادة أن الإنسان لا يحب الموت كل ناس نعم. تخشى الموت نعم إن الموت الذي تفرون منه نعم. فإنه ملاقيكم نعم. هذا قهر حقيقة لأن يعني الإنسان رغم أنفسه رغم أنفه سيموت لو ترك الإنسان لإرادته لاختار أن يتسع رزقه ويزيد عدد أبنائه ويطول طبعاً. عمره كما يشاء طبعا أو أن يكون مخلدا أو أن يكون مخلدا فعلا ومهما كان الإنسان يعني لا يتمنى لا يرغب الموت. لا. ومع ذلك حكم عليه بتسمي إيه؟ أليس هذا قهرا؟ لا. فالقهر هنا ليس بمعنى الإذلال أو بمعنى الظلم أو بمعنى الانتقاص. إنما هو بمعنى ضبط الكون بمشيئة واحدة لا. وقدرة واحدة وإرادة واحدة إرادة عليا. وقدرة عليا هي التي تسير هذا الكون. وكما يعني قلنا ونقول في كل حلقة وما تسقط من ورقة إلا يعلمها يعني لا تسقط ورقة إلا بإذنه وقدرته وذلك المؤمنين المخلصين يعيشون هذا المعنى بحكم الحال وليس بحكم المقال أو بحكم الوعظ أو الـ يعني الـ الكلام الذي نسمعه ثم بعد ذلك لا نعمل به لا هم يعيشونه ويطبقونه ويشعرون به شعورا كاملا نعود إلى تساؤل جديد عن الملحدين والأسماء التي تشتمل على معنى الانتقام من الظلمة والتجبر عليهم وإثبات العدالة هم يقولون أن هذه الأسماء تضغى على إرادة الإنسان كالمنتقم والجبار والقاهر وغيرها والله شوف يعني في هذا فريقين فريق يعني سبق له الإيمان بالله وعرف الحقيقة لكنه يعاند هذا فعلا هذا ملحد وهذا يعني وينكر أن يكون الله عدلا مع أن من أسمائه العدل و أو يستغرب أو يشوشر على هذا المعنى ويقول كيف يكون إلها ويكون قهارا كيف يكون والكلام ده قديم يعني ليس ليس حادثا ليس, لا ليس, ليس جديدا هؤلاء يعني اذا كان والله من هذا النوع اللي هو لم يقرا ولم يعرف ولم تصله الدعوه بمعنى استطيع ان اقول هناك فريق لا يعرف يعني لم تبلغه دعوه نعم واحد يقول ازاي يعني دعوه النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفها الاوروبيين ده اقول له انا لا اقصد معنى أه تبلغه الدعوه مع انه يسمع انه في حاجه اسمها اسلام الان كما بيسمع ان الاسلام ارهابي نعم. لكن معنى بلغته الدعوه انه نظر في هذه الدعوه نعم. بلغته ثم فكر فيها ثم وصل الى انها هي الحق نعم. ثم بعد ذلك انكر استنكر يعني وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم سبحان الله نعم. فطبعا ده ده وهذا الكلام يا اخواننا يعني غريب حتى على بعض زملائنا المتخصصين ارجعوا الى الاميدي ارجعوا الى الشيخ شلتوت ارجعوا الى كل الناس هؤلاء الناس فعلا قالوا ان معنى ان تبلغه الدعوه انه يعرف نعم. ويصل الى انه فعلا محمد النبي حق صلى الله عليه وسلم عليه وما يقوله عن الله حق ثم بعد ذلك لسبب او لاخر يقول لا انا مش مؤمن بهذا الكلام انا مش هذا هو الذي حتى هذا هو يعني ميزان الكفر نعم. أن لا يكون وصل اليه الامر آه. بكامله, بكامله, بطريقه صحيحة حتى قالوا ان ويختار أن هو الا أن يؤمن به قالوا ان يبلغه تبلغه الدعوه نعم. ويكون اهلا لها يعني يكون مش رجل مثلا غير قادر على التفكير لا. ومشغول بزي يعني زي بالغ عاقل راشد لديه كل المقومات ان يعقل هذه الدعوه وان ينظر وان ينظر معنى مش ينظر ويفكر. يعني ان ينظر معنى انه ينظر يفكر, يفكر ويعقل يفكر في وان يصل الى فعلا ان الى الحقيقه ثم بعد ذلك ينقص عنها نعم هذا هو الكافر لكن الانسان اللي ما بالغتوش الدعوه او بلغته الدعوه مشوهه نعم ونفض ايده من منذ كما يحدث الان في هذه العصور طبعا الاسلام ايه هم الناس اللي بيقطعوا الروس دول ومش عارف ايه هذا كل ما يقال في الاعلام الغربي عن الاسلام طبعا وده هو روج عن قصد روج عن قصد وإحنا نايمين ما احنا احنا معانا مليون قناه ومع ذلك لا يعني عجزنا عن ان نتصدى لمقاومه الاسلاموفوبيا في 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 الغرب او حتى هنا في 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 الشرق فهذا هذا الشخص يعني كيف يؤاخذه الله وهو لم يعني يعرف من هو محمد صلى الله عليه وسلم ولا ما هي رسالته ولم يقرا القران ولم والقران بيقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا الله لا يعذب الا اذا الزمك الحجه الحجه مين الرسول الرسول معه معجزته كمان مش الرسول ويسيبك يعني تصدق او تكذب براحتك لا نعم. رسول مؤيد ومصدق بمعجزة هذه الحجة عليك فهؤلاء يعني يشوشرون على على الأسماء الله الحسنى وأنا سمعت من زم يعني من أيام أنا طالب كيف يكون الله الرحيم ثم هو الجبار ثم هو القهار طيب يا سيدي أنا دليلي بكفار أو مشرك قريش نعم ما هن هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام واجههم وهو في يعني وهو في يعني أضعف ما يكون ضعفا مالا وقوة ورجالا وكذا وكذا وبيقاوم مين أو بيتكلم مين كلم عتاولة وكانت الرسالة في مهدها وسادات طبعا في مهدها نعم ضعيف نعم ضعيف في يعني منتهى الضعف نعم وهم في قمة القوة والجبروت وكان ممكن يطيحوا به في لحظة نعم قال لهم إن الله لا يظلم وتلا عليهم آيات الآيات التي تقول إن الله لا يظلم لا. ومع ذلك تلا عليهم انه القهار اهو مع الايه دي لمن الملك اليوم لله الواحد القهار تلا عليهم هذه الايه لم يسجل التاريخ ان مشركا او كافرا من هؤلاء يعني خرج وقال بس انت رجل متناقض وانت مرة تقول كلنا ان الله لا يظلم لا. ومرة تقول لي انه هو القهار والمنتقم مع انها كانت فرصه ذهبيه لو ان هناك تناقض ده, ده مش فرصه ذهبيه ده هم كانوا يتربصون بي ليل نعم. نهار يعني لما ما قدروش عليه في الحوار نعم آه قرروا ان يخلصوا منه يقتلوه نعم ومعروف طبعا سبب الهجره وكيف جمعوا الناس وكيف يقتلوا يعني لانه لانه قلب حياتهم راسا على عقب نعم. والوحدة او او بمجموعه من الغلابه اللي عبيد اللي مش عارف ايه اللي إيه فطبعا لو ان هذا العربي او المشرك العربي يعني قال له مره نعم. والله انت متناقض وده كان فرصه يصرف الناس عن هذا الدين نعم. لكن لم يحدث هذا ابدا لم ينقل التاريخ مع انهم نقلوا لنا كيف انهم اذوا كيف انهم ضربوا كيف انهم القوا عليه من القاذورات كيف انهم اخرجوا التاريخ لكن السبب ان العربي يفهم نعم. ان قهار دي ما تطلقش وحدها على الإزلال أو المنتقم ولكن لا. تنصرف إلى الجبارين وإلى الطغاة وإلى الذين يعني يظلمون الناس فعلموا بمواقع الكلام ودلائل الألفاظ منعه من أن يقول هذا الكلام لا. فهذا هو يعني ما نستطيع أن نقوله في الرد على هؤلاء لا. افهموا معنى قهار وانظروا إلى الكون حتى تجدوا قهار له معنيين معنى القهر معنى فعلا الإزلال وده موجود وخاص بالطغاة والمتجبرين وخاص بالطغاة ولا بد منه نعم وإلا تبقى الحياة فوضى وإلا تنتهي الحياة أو بمعنى الحكم يعني أن يكون الكل محكوم بإرادة واحدة وقدرة واحدة نعم كذا وهو فعلا من هذا المعنى وده موجود انظروا إلى الكون أنظر إلى نفسك أنظر إلى الآمال التي تحبط فجأة أنظر نعم إلى أنك أنت تريد أن لا تموت فتموت ان يولد لك فلا يولد انظر لهذا فستجد انك انت مقهور نعم. بهذا المعنى محكوم بهذا المعنى نقطه اخيره نختم بها الحلقه فضيله الامام وهي حظ العبد المسلم من اسمه القهار اه نعم طبعا هو يعني القهار بمعنى قهر الجبابره وكذا لا يعني لا حظ له منه او نعم. او حكم الكون بقانون دقيق منتظم لا حظ له فيه نعم. لكن له حظ في ان يقهر اعداءه. نعم. ولو ذهبنا نستطلع اعداء العبد حنجدهم اعد اول اول عدو لي واقرب عدو لي اعدى اعدائك نفسك التي بين جنبيك. نعم. والتي اكد القران على انها تامر بالسوء ان وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء. الشيطان الهوى فهو يتعلم ويتدرب على قهر هذه هؤلاء الاعداء. الثلاثة لأن نجاته وخيره في أن هو يسيطر على الأعداء الثلاثة نعم. شكرا فضيلة الإمام وشكرا لمشاهدينا الكرام على حسن المتابعة إلى لقاء جديد وحلقة جديدة بإذن الله